السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا يا رب. طبعا أول روتين أعمله أصلا على قناتي دي، وقناتي القديمة ما عملتش روتينات خالص للشقة. طبعا ده ايه أول حاجة هنعملها؟ اهوت بص، زوقت لهم بقى ايه الريسبشن، حطيت لهم بقى الفوانيس والهلال. بصوا الجمال، طبعا شاري الحاجات دي كلها من العتبة، من درب البرابرة، الحاجات دي كلها موجودة هناك. اشتريت بقى ايه الزينة والهلال والحاجات دي، جميلة جدا واسعارها رخيصة جدا. لو حد عايز الاسعار اقول له على الاسعار اقولها لهم. الهلال ده كنت شاريه ب15 جنيه الواحد، والبوجي والطمط والحاجات دي، الزينة دي كنت شاريه الفرع ب10 جنيه. طبعا ايه، والمطبخ بصوا بقى غسلته بقى عليه وطي، يعني بص من جوه ومن بره وسيراميك، والله اتبهدلت. قعدنا 2 او 3 ايام لما دخل انا وعيالي. طبعا بقى ايه ده، انا صورت عامه الريسبشن بس. لو عجبكم الروتين بتاعي وكده قولوا لي، وانا ايه اصور بقى حاجه حاجه كده. بس انا قلت ايه اول روتين ليا، وحابه ايه كل واحد كده يقول رايه عامه. طبعا بقى بصوا ده الريسبشن بعد ما انا خلصت عامه سجاجيد وكل حاجه كنت غسلاها وانتريهات غسلتها وكله. طبعا كنت فرشت الشقه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنعمل بقى ايه حاجه حاجه. اول حاجه هبدا فيها غسيل الانتريهات والسجاجيد. طبعا بصورها لكم اهوت. بصوا بعد ما خلصت هي كل الشقه، بصوا بقى اول حاجه بدات فيها الانتري بتاعي هو لونه موف، بس بصوا في الكاميرا عشان انا بلاه جامد من بالميه. طبعا جبت ايه ميه كده دافيه عليها ايه بتاع ده كروكس الوان، وحبه بريل بسيط خالص. طبعا بمسحه بعد كده بفوطه، طبعا بمسحش بسفنجه ولا اي حاجه. وبعد كده بجيب ايه، ودي طبعا دفايه، طبعا هغسلها بقى. طبعا ادي الانتري موف كده خلصته، هعمل بقى الانتري التاني. والستاره بتاعتي شلتها ونفضتها، وبصوا نضفتها كلها. طبعا ده تنجيد كده، طبعا برنفضه برضو بغسله زي الانتريهات بالظبط. بغسله الانتري، ما بغسلش الفرشه ولا حاجه، انا بغسله بفوطه بس، الفوطه تكون ناعمه وخلاص كده. ده الانتريه قبل ما اغسله اهوت التاني. طبعا بقى ايه ده كان انتريه عندي قديم وانا جددته، يعني ايه جددت فيه وغيرت اللون بتاعه. طبعا بقى ايه مسكته كده بالفوطه، هي مبلوله طبعا فيها ايه بريل وكروكس الوان وميه، وميه تانيه بقى ايه بشطف بيها. طبعا بسيبه لتاني يوم بينشف معايا اهو. بصوا بغسله، هو لونه بصوا مش واضح عشان بصوا الكاميرا ايه عاملاه. طبعا بقى ايه بغسله كله اهوت، واسيبه بقى كده لمده ايه تاني يوم بالظبط هو ينشف. وبعد كده ايه بخلص وادي ايه السفره بتاعتي. برضو بصوا عيالي بيذاكروا بقى على السفره وكده، مبهدلين هلحقيت ايه. طبعا برضو عملتها نفس الانتريهات. وطبعا الساجيت انا بشيلها بقى ايه بغسلها كمان، يعني اول حاجه بدات فيها غسيل ايه التنجيد، كل اللي عندي بقى ايه بغسله. طبعا خلصت التجين كده، مسكنا بقى المطبخ بصوا بالسلكه والشفاط ده مسكته برضو غسلته كده بالسلكه وبالبريل كده وكروكس الوان. برضو بحب كروكس الالوان في الغسيل، الحاجه بتنضف الحاجه معايا. وطبعا دي المكتبه بنتي كانت بتصورها بقى، بنتي الكبيره كانت ايه هي يعتبر نزلت الحاجه دي يعني بصوا قبل ما انزلها. طبعا هي بتنزلها هي عشان تغسل كل الحاجات ديت وتمسح الحاجه اللي عايزه تمسح. طبعا هتنزل كل الحاجات دي كده على السفره، هنمسحها وننضف ايه الحاجات دي كلها هي، واللي عايز يتغسل هنغسله. وطبعا ايه هنرصها تاني. طبعا هي مسكت الايه غسلت مسحت الرفوف وكده، ومسكت المفرشه اللي كنت غسلها فرشتها. طبعا انا كنت بعمل المطبخ وهي بتعمل المكتبه، يعني كل واحد كان بيعمل حاجه. طبعا بقى مسكت الحاجه والفوانيس والحاجه غسلناها هي، والفوانيس دي كلها ايه، الفوانيس دي اصلا كانت قديمه عندي انا بعمل، كان عاملينها ايه كل واحد بصورته هم صغيرين ومحتفظه بيهم في المكتبه. طبعا شلت بقى ايه الورق بتاع البوتاجاز ده، بص منظر البوتاجاز وسخ بجد والله. طبعا جبت ايه بقى بريل وبتاع ده كروكس الوان وبتاع ده وقت كربوناته وخل. بس بصوا بقى الرغوه بقى، بص هيشيل كل اي حاجه فيها جلخ هتشيلها بالسلكه كده، هتدعك كله بقى ايه البوتاجاز. طبعا الورق ده بيحافظ على البوتاجاز حقيقي بجد والله، بس لازم ايه يبقى تنظيف على طول وراه. بصوا مسكته كله كده وسبته شويه بقى ايه بالخلطه بتاعتنا. وطبعا بوريكم المكتبه ايه بعد ما ايه بنتي فرشتها وخلصتها اهي كده، كنت ايه خلصت. طبعا انا ما فرشتش عشان اعتبر عملنا المكتبه والانتريهات، وفرشنا ايه الانتري بتاع دوت المكتبه كده، فرشتها وخلصتها وحطت الهلال وكل حاجه ايه للزينه اللي احنا جايبينها عامه اللي هتحط في المكتبه اهو. التلاجة بقى طبعا جايبه مفرش كده للتلاجة، بس كده غسلتها بقى كلها برضو غسلناها كده. فرش الاربعه كنت جايباهم ب15 جنيه، طبعا لقيتهم ايه زي البلاستيك كده لزقتهم. وادي البوتاجاز بعد ما انا خلصته، وادي الرخامه. طبعا الحاجات دي كلها الملاحات وكل ده كنت ايه شايلاه وغاسله كل الحاجات دي، انا بوريها لكم كلها. بصوا
بتلمع كلها ايه والله، والكوبايه دي كلها نزلناها وغسلناها، والمعالق وكله بفضي كل المطبخ. بص ولا الرفوف برضو صبنتها، والتلاجة هي برضو جبت الايه الاشكال ديت، المغبطيس ديت حاجات رمضان كده حطيتها اهوت. وطبعا بص منظر الريسبشن بقى وحش وحش جدا، طبعا بقى هشيل كل دوت، وعملت الانترات مغسوله والحيطان ممسوحه وكل حاجه والسفره وكله، هشيل بقى كل دوت ونمسحها ونفرشها. طبعا بقى انا بجيب الخرطوم وبرش كده ايه في الريسبشن، بغرق لهم الدنيا هم يشدوا. طبعا بعد ما خلصت بقى ايه فرش المطبخ كله اهوت، بص انا حبيت اوريكم كل الحاجات بقى. الصواني دول عيالي كانوا جايبينها لي في عيد الام دلوقتي يعني، وحبوا ايه يصوروها. وادي بص كوبايات رصيناها، بصوا بقى الجمال. وجابوا المفرش ده برده حطوه كده، حطوه كده على البوتاجاز. طبعا لسه ما جبتش برده ايه الورق بتاع البوتاجاز. وادي ايه التلاجة، وادي الفرن برده غسلناه اللي هو الصغير. جابوا لي برده تلبيسه الغساله دي برده في عيد الام، هم قالوا لي عايزه ايه، قلت لهم عايزه بقى حاجات رمضان وكده، راحوا جابوا لي ايه ده كله. وادي بصوا الستاره ايه كوتها فرشناها، وطبعا فرشنا السجاجيد وكله. قولوا لي رايكم بقى في الفيديو الجميل ده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا اول مره نعمل روتين حبيت اشارككم معايا فيه، يا رب يكون الروتين عجبكم. بصوا الريسبشن كده انا خلصته كله اهوت، بصوا الجمال. طبعا كان ايه عندي فرعين زينه كده، دول علقوهم وكانوا لسه بيكملوا ايه تعليق الزينه التانيه، بس اعتبر انا ايه صورت هما ايه لسه. طبعا البكار والحاجات ديت اللي بتعمل المخدات دي انا كنت جايباهم السنه اللي فاتت. وطبعا بقى عاوز اعمل ايه فرش للكنب برضو كده ايه عشان جو رمضان برضو كده. والمفرش ده بقى فرشناش المفرش التاني بتاع الترابيزه ديت، وحطيت المفرش اللي هو بتاع رمضان ده كده. بصوا الجمال. وهوريكم برضو ايه ما باجي ازوق البلكونه بحط نور بقى كده بخليها ايه يا سيدي بقى. ايه رايكم بقى ايه في التروق بتاعنا اهوت. بصوا بصوا انا كل عاجبني الهلال ده تحفه بجد والله، ب15 جنيه شارياه، اشتريت منه يجي 5 6 كده. وطبعا ده تيجي فوانيس بقى عيالي كل واحد ايه عاملاه بصورته وباسمه اهو، حطاهم فوق. ده عاملاه بقاله يجي 3 سنين بس ما بنزلهملوش يعني، انا بخليهم كده زينه وخلاص. يا رب يكون الفيديو عجبه، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس.